مار مات الشيخ كي تزوج خويا وكنت واقف قدام الباب من بعد سول ما درت لها والو واقف اخرج عليا بدات تعيط ما بغاش وليدي قدام الجيران حليت كابتي درت فيها حوايجي وديماريت خرجت راحت وليت بات في كيطاني تحت البلايين تحت البلايين كان جوز من تما هي كانت تشوفني بلهني من بعد تحت البلايين مي ما على بالهاش قلبها بارد من جهتي وليت الملاهي وسهرات وكذا منا وبعد ريحت المهم مدة واحد العام ولا حتى جا الويسي طبطب لي قال لي عندك شرع مع يماك كان عندي شرع مع يما فشلت يا اخو نشارع مع فرعون وما نشارعش مع يما رفعت قضيه عليه رفعت قضيه بالطرد بيا بالمره تاعي ضيعت لي حياتي رمتني مولا 25 سنه اخو انا في عمري 54 سنه هيا واش راح ندير دوك انايا نجبدو من نهار شارعتني انا الشرع اللي غادني انا كي رمتني بلا شرع ما غادني والو يما معليش ما قريتو يما قبل منها كلش ولا كي تجي حتمودي تقول لهم عيطوا لوليدي يسمح لي كيفاش نسمح لك كي راح تمودي تخليني يتيم برا ما خممتيش توصلي نشر الشرع وتطرى في كي الكوارط على طرى في كيتك واش راح تدي راح تدي معك دافع عمرك 82 سنه دوكا اه انا نحب وكيل الجمهوريه يسمعني هذا ما كان يسمعني ويعيط لي العم هذه ما غلطتش معاها والله ما غلطت معاها يا اخي.